استعداد ابطال الجيش السوري الحر لواء شهداء ادلب بالاشتراك مع احرار مدينه سلقين، استعداد لعمليه نوعي لاستهداف شبيحه النظام في مدينه سلقين. الله اكبر. زخرته مزبوط؟ زخرنا. جايكم. الله اكبر. الله اكبر. ابطال لواء شهداء ادلب يستعدون للقيام بمداهمه لجلب شبيح من منزله. الله اكبر. الله اكبر. وين الشباب العينين؟ الله اكبر. ابطال لواء شهداء ادلب في معركه ضد الشبيحه منصورين بعون الله، منصورين بعون الله. طلق في راس شبيح باذن الله. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. كيفها؟ هلأ خناقة في تحت مدينة سرمي. يلا لبيك يا الله. الله أكبر. تم تحرير أحد الحواجز في مدينة سلقين التي كان يستعملها عصابات الأسد لترهيب المدنيين في مدينة سلقين. تم تحرير أحد الحواجز على يد أبطال الجيش السوري الحر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. على شبيحة سلقين من قبل لواء شهداء ادلب، كتيبة جعفر الطيار وكتيبة ابو بكر وكتيبة فتحي كرجي. الله اكبر. هاي الاسلحة التي تم حصول عليها في منطقة سلقين، هذه الاسلحة التي تم قام النظام بتسليمها للشبيحة لقتل المدنيين. هذه الاسلحة والذخائر، هذه الذخائر والمناظر الليلية، قام النظام في سوريا بتزويد الشبيحة لقتل المدنيين العزل. ونحن الآن نعلنها أمام الجميع، سوف نكون موجودين في أي مكان يتواجد فيه الشبيحة للقصاص منهم. والله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. احمد خليني يرش علي. قوم يا حي احنا. قوم واللي صاحته كمان. قوم يا غازي. قوم يا احمد. انت يا احمد وين؟ انت يا احمد خاطف. اجاكم يا بيت الشلخي؟ شفتوا اليوم اللي اجاكم؟ هذا يوم اللي اجاكم يا بيت الشلخي. شفتوا؟ هاي الكلمه الحلوه. اهل سالين كانوا بيداكم عصافير يا كلب. قتلتوا ابن كرتي براحته، قامت عيال وليدات. قتلتوا ابن الحداد، قتلتوا ابن الاتهام الشامي، ما خليتوا حدا الا قتلتوا. ام الشامي اخذتوا حق اهل سرقين من هالناس، هو حقنا برقبتكم انتوا. واول الناس انا بدي يصير شبيح. اول الناس يقتلوا عسو يضربوا عشوائي، قتلوا عربي. جايينك يا حريم، جايينك يا حريم. الله اكبر. لبيك يا الله، لبيك يا الله. ايه قسم بالله الجبار من متواجع يا خنا، طالع دام الوطن يسمع بينا ومنا. لبيك يا الله. قالت لا إلى أبد.
ابطال لواء الشهداء في مدينه سبتين للشباك بعد درع الشباب.